الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حياكم الله إخواني وأخواتي إلى لقاء جديد ضمن هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى يجعلها مباركة نافعة من ضمن الأمور التي تمثل حقيقة سعادة وهناء للمرء الذي يسعى إلى تكوين أسرة صالحة أن يكون له اهتمام بقضية الاختيار وهذا طبعا يخاطب به الطرفين، يخاطب به الزوج وتخاطب به الزوجه، وذلك بالاختيار الصحيح، والاختيار الصحيح في واقع الامر يتمثل باختيار ذا الدين ويتمثل باختيار ذات الدين. النبي عليه الصلاه والسلام ابدى واعاد ونبه الى انه ينبغي للانسان ان يجعل في سلم اهتماماته واولوياته حينما يتقدم لخطبه فتاه أن تكون ذات دين إذا نظر إليها أسرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في مالها حفظته في ماله وفي فراشه كذلك المرأة ينبغي لها أن تتجاوز الشكل الظاهر إلى إلى العمق بمعنى أن يختار أولياء هذا الدين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا تفوتك ذات الدين لان الناس في الغالب يتزوجون لاحد هذه المعاني الاربع، لواحد من هذه المعاني الاربع. لكن اجعل في سلم اهتمامك ان تكون ذات الدين واذا جمعت ذات الدين بين الجمال وبين المنصب وبين المال فخير على خير ونور على نور. في المقابل ايضا النبي عليه الصلاه والسلام امر اولياء امور الفتيات بان يكون لهم ايضا اهتمام بصاحب الدين والخلق، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض، ولاحظوا اخواني واخواتي كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الدين والخلق ذكر الدين والخلق لانه احيانا قد يتقدم لابنتك صاحب الدين لكن لا يكون عنده اخلاق مثلا يتقدم لابنتك رجل متدين مستقيم لكن بخيل مثلا لديه البخل ما عنده الكرم فان ابنتك ستعيش جحيما مع هذا الرجل ولذلك الاهتمام بالاختيار من الطرفين هذه مسأله غايه في الأهميه، نبهت إليها سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولذلك الإنسان إذا ظفر بامرأه صالحه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، المرأه الصالحه التي يحصل بينها وبين زوجها إشكال معين، لا يمكن أبدا أن 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 تتخذ يعني الخيار الأول لمعالجة هذه المشكلة هو الطلاق أبدا أما المرأة التي يعني تفتقد إلى مراقبة الله عز وجل وإلى خوفه وإلى خوفه سبحانه وتعالى قد تلجأ أول ما تلجأ إلى هذا الخيار الذي فيه كسر للبيت وهدم للأسرة وتشتيت للأولاد المرأة الصالحة هي التي تطيع زوجها في سره في مشهده ومغيبه هذه المرأة الصالح فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كلما في الغالب رأى امرأة متزوجة يسألها عن حالها مع زوجها فمرة جاءته امرأة تسأله فتوى فأجاب فسألها النبي عليه الصلاة والسلام أذات بعل يعني متزوجة قالت نعم يا رسول الله قال كيف أنت له قالت والله يا رسول الله لا آلوه معنى لا آله يعني ما اقصر معه، قال انظري فانه جنتك او نارك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل امر اولياء الامور ان يختاروا ذا الدين والخلق، لان الرجل التقي، الرجل النقي، الرجل الذي يخاف الله عز وجل لا يمكن لا يمكن ابدا بحال ان يظلم امراته، ولا يمكن بحال ان يقصر في الحقوق والواجبات المنوطه في عنقه تجاه اسرته، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: إلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولذلك تجد الرجل المتدين، الرجل ذا الخلق، يحرص حرصا شديدا على أداء الحقوق والواجبات، لأنه يعلم بأن الله تعالى سائله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع، حفظ ذلك أو ضيع، ولاجل هذا اختيار الرجل الصالح هذه مسأله من المسائل المهمه، فكما ان الرجل يحرص على اختيار المراه الصالحه كذلك اولياء البنت يجب عليهم ان يتجاوزوا المظاهر يتجاوزوا المظاهر ويسألوا ويعطوا و و و لانفسهم مساحه للسؤال وللتفكير في هذا الرجل فكم من فتاة زفت الى رجل لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه فعاشت عيشه يعني غايه في الشقاء نسال الله العافيه والسلامه زد على ذلك ان الثمره التي تحصل من لقاء هذين الزوجين هم الاولاد فاذا عاش الاولاد في كنفي والدين تقيين نقيين يخافان الله عز وجل بربكم قولوا لي كيف ستكون مخرجات هذه التربيه ستكون سليمه كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحث على مثل هذا الامر ولذلك اخواني واخواتي من المهم جدا اختيار ذا الدين بالنسبه لاولياء الفتاه واختيار الرجل الفتاه صاحبه الدين والخلق بهذا فعلا يعيش الناس عيشه هنيه وحياه رضيه وينعمون باسره متماسكه اسره تتجاوز كثير من الاشكالات لماذا لانها تراقب الله سبحانه وتعالى التقيكم في لقاء قادم على خير باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته